في الفيديو ده هعرفكم ازاي تحذفوا كل او بعض الاصدقاء على فيسبوك دفعة واحدة. خليكم معايا بعد الفاصل. بكل بساطة ومن خلال متصفح جوجل كروم هتثبت اضافة على المتصفح وتحدد الاصدقاء اللي انت حابب تحذفهم، تدوس باي باي وشكرا على كده. لكن قبل ما اكمل الشرح ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، ولو لسه مشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل زر جرس التنبيهات للكل. ويلا بينا نروح على الكمبيوتر. اول حاجة اتأكد ان متصفح جوجل كروم على اخر تحديث، زي ما انتوا شايفين كده هنا بيعمل تحديث. بعد الانتهاء من التحديث اضغط على ريلانش عشان يعمل اعادة تشغيل للمتصفح. بعد إعادة تشغيل المتصفح هتثبت الإضافة، هتلاقي رابط التحميل بتاعها في الديسكريبشن، هتضغط على إضافة إلى كروم، بعد كده Add Extension. طبعا لو أنت مسجل دخول على الفيسبوك قبل كده من خلال المتصفح هتلاقي إن الأكونت بتاعك ظاهر هنا زي ما أنت شايف، ولو ما كنتش مسجل دخولك ممكن تسجل دخولك عادي من خلال المتصفح بطريقة طبيعية. علشان تحذف الأصدقاء بتروح لقائمة Tools، بعد كده Friends Remover. الموقع بياخد شوية وقت بيعمل Fetching Data اللي هو يعني بيسحب الداتا بتاعت قائمة الأصدقاء عندك، والعملية دي بتاخد وقت على حسب عدد الأصدقاء. أنا عدد الأصدقاء عندي في حدود يعني 3000 شخص، العملية اخدت تقريبا حوالي يعني دقيقة ونص. التحذير ده بيقول ان هو لقى عندك يعني عدد من الاصدقاء الاكونتات بتاعتهم مقفولة او معمول لها deactivated، ممكن تتجاهل يعني الرسالة دي وتضغط على اوكي. طبعا قائمة الاصدقاء هنا زي ما انت شايف هو بيعرض الصفحة واحد من 203، وده بيختلف على يعني حسب عدد الاصدقاء عندك. ممكن تخليه بدل ما بيظهر 10 اصدقاء في كل صفحة بتختار ان هو مثلا يظهر 100 صديق في كل صفحة. زي ما انت شايف كده انا يعني هجرب مثلا في ناس انا ما اعرفهاش، وليكن مثلا اسلام حسن، يعني اسف لو بيتفرج عليا، الاخ ده مثلا دييجو امارو، ده اللينكات بتاعت البروفايلز بتاعتهم، هنفتحها كده عشان نتاكد قبل الحذف. زي ما انتم شايفين انا صديق عنده لسه في الاصدقاء اهوت. نرجع تاني للصفحه بتاعت الاضافه. طيب انا حددت 3 دول، او ممكن احدد اكتر من واحد، او ممكن احدد الكل من خلال هنا. بعد كده بتضغط على باي باي، بيقول لك ار يو شور، انت متاكد ان انت عايز تحذف 3 اصدقاء او العدد اللي انت حددته؟ هتقول له اه انفريند. بوم كده خلاص حذف الثلاث أصدقاء. طيب نيجي نتأكد من أول واحد اللي هو إسلام ده، ندوس ريفرش للصفحة، طبعا ما بقيناش أصدقاء خلاص. أنا آسف يا إسلام، يعني مضطر لتطبيق الشرح، وكمان أنا ناوي أنظف الأكونت من الناس الغريبة يعني، فأعذر. طبعا أنت ممكن تسأل نفسك كام سؤال، لكن أنا علشان بحبكم وفهمكم فهجاوبكم عليها. أول سؤال هتقول لنفسك، هو أنا أقدر أحذف الأصدقاء كلهم أو بعضهم دفعة واحدة من خلال الموبايل؟ هجاوبك وأقول لك لا، للأسف الطريقة هتقدر تعملها فقط من جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب، ومش هتقدر تعملها من خلال الموبايل أو التابلت. تاني سؤال ممكن تقوله لنفسك، طيب انا هستفيد ايه لما الغي الصداقه لكل او بعض الاصدقاء دفعه واحده؟ هقول لك لاسباب كتيره، اهمها هي الحفاظ على خصوصيتك وتقليل الازعاج اللي بيحصل في التايم لاين، وبالتالي هتقلل ظهور المنشورات اللي مش ضروريه ليك وبتمنعك تشوف المنشورات الاهم. كمان هتحس بتجربه مريحه اكتر للفيسبوك، والفكره دي هتساعدك يعني تقلل الوقت اللي بتحرقه على الفيسبوك. فنصحت ليكم نضفوا التايم لاين بتاعكم من الجروبات والصفحات اللي ملهاش لازمه. لو ما كنتش عملت لايك للفيديو انزل اعمل لايك دلوقتي حالا، وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر جرس التنبيهات للكل عشان يوصلك كل جديد من القناه. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.